كيف حكيت انه بنبسط عمر؟ حكيت انه بنبسط لانه انت بتتعلم وبتمتع. يعني انت حاسس شغل من قبل؟ ايوه بتتعلم وبتتمتع. بتتمتع على شغلي هو بتخليه يتعلم ويتمتع على شغلي. انت حسيت الشعور هذا؟ لا 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 لما يعني ما حدا بس طيب بنت بس تجي كنت بنيكها سلم حتى وانت بغيبوبه حتى او بلا لعنده هاي من الدكتور لا ايش اسم لاعب كثير خير عملنا خير طب احكي الصح ريحنا ريحنا عايز عايز تشتغل تلفزيون شفنا عبيط يعملها معك حط اصبع وعبيط طب متى بدونيك ها بنيك بس هي تطلب بس هي تكتير بس تطلب بس هي تطلب طب انت هاي الزمن بنبسط طب انت مين عملها معك عشان اعرفها افو انت افو ركزت الشاي ايش في قلبي ضايقك جاوبنا هو عملها مين عملها العبيط عملها قولها 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 عملها لا بيش او طمع وباسكت امك بعد لا باسكت امك باسكت امك بس انت ما ليش عليك ولا مره فكر من جوه الدول ليش هذا الصياع انا بلا مش فاهم كان نفس مش فاهم ابو عمر لا ابو فاهم انه صح الا ما كان يسلم عليها يقول لا 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 يسلم عليها بس انت ما شلت انت صرت بزر قال لي قلت له قلت له احنا بس انت ما انت خلي لي تصوت يا ليه يا ابو شو قال لي ليه خليه مستمع ليه ليه تصوت يا والله حكي رحمة الله عليك. طب أبو بلال محروق عليك. طب زمان عملها معك ولا مش أبو بلال؟ أول واحد عملها مع فين؟ خمام. 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 ما سلحك بس سلحك. لا خمام هو واحد. سلح الحمام. هو الأم واحد. هو اللي عمله العقد. بقول لك على اللبس بس هو سلحه. لا لا. سلحه يعني مش على مش على اللبس. مش على اللبس لا لا فجد. اليوم حكى مع الراديو هاي قصة حقيقية. وقال له تعرف القصة هاي حقيقة بعرف مش معني عبدين بلاي هاي صارت معك جد شت حتى مع الراديو حكيت مع الراديو رد عليك ها ما سكت مش قالوا ما كنا نتيجة راحت القصة مش ذاكرها بس انه بعرف انه حكى مع الراديو رد عليه سانتي بلاي قال له شكرا قال له استاذ اللي نعم بحكي مع اللي رد عليه اللي نعم قالوا انا احب الرئيس ولا احب الرئيس المذيع بس الان بتعرف يعني اختفى اختفى والان بتعالج الان بتعالج نفسيا الان بتعالج نفسيا من ورا القصه هاي من ورا القصه هاي متاكد من الحاله شوف تم لا بدك تروح وصلنا كمان لا بس تم خلاص لا دور تاكسي وروني بلاقي شاشه